حطي الخل على التمر الوصفة اللي غادي تغير حياتكم حرفيا في شهر رمضان البنات، فمهما كان العمر ديالكم فوق 60 وفوق 70 ان شاء الله سنة، غادي تدمروا التجاعيد، تصفيوا البشرة ديالكم، توحدوها، وكذلك تعالجوا اي زروقية وكحولية اللي كتكون حتى في المناطق الحساسة غير بالتمر والخل. يعني وصفة معجزة يا البنات بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وإلا ما جربتوش هاد الوصفة هادي يا البنات غادي تندموا ندم عمركم. الوصفة اللي غادي تخليكم ترميو اي كريم كنتو كتستخدموه ولا اي منتوج في الزباله، يعني جميع الادويه للتجميل في الزباله يا البنات. الوصفه اللي غادي تغير حياتكم وما غاديش تعانوا ان شاء الله من المشاكل نهائيا. كما قلت لكم مهما كان عمركم ان شاء الله غادي تحققوا الحلم ديالكم، لانه بزاف ديال البنات يقولوا لي الحلم ديالنا نحيدوا التجاعيد وما خلينا ما جربنا وما خلينا ما استعملنا في الكريمات وتش حاجه ما نفعتنا. فان شاء الله يعني مهما كان عمركم ومهما كان ان شاء الله الحلم ديالكم مستحيل، لا انتيا ولا حتى الزوج ديالك. فغادي غير نقول لكم انه الوصفه غادي تخلي كل شيء ممكن، راه اش نقول لكم البنات راه معجزه، فالا ما جربتوهاش راه غادي تندموا ندم عمركم. يلا الغزالات ديالي نوضوا جربوا هذه الوصفه ديال كما قلت لكم الخل على التمر. فقبل ما نمشيو نتعرفوا على مكونات الوصفه وطريقه تحضيرها، خليت لكم بعض المقاطع الفيديو المصوره باش تشوفوا تبارك الله كلشي بعويناتكم، كيفاش كتزول التجاعيد، كيفاش كتزول التسبغات، نمشوا الكلف الحبوب الاطخاس. يعني ما شاء الله البنات الوصفه اللي غتغير حياتكم 180 درجه. ما تنساوناش من لي لايك، بارطاجكم لا فيديو باش تشاركوا هكذا مع البنات وحدين اخرين اللايكات، ويلا معنا باش نتعرفوا على مقادير الوصفه والطريقه ديال التحضير والاستخدام والاستعمال. المهم حبيباتي غنحتاجوا اول حاجه واللي هي الخل، وبالنسبه للخل عندي خل المائده الملون، انا ديما كنخدم به هذا، شتو خل المائده الملون زوين صراحه. وغادي نحتاجو كميه من التمر. بالنسبه للتمر عندي النوعيه العاديه ماشي النوعيه الممتازه ولا النوعيه اللي كتكون رطبه بزاف، لا هذا البنات غير التمر العادي زوين صراحه رائع جدا في كما كنقولوا حنايا علاج التجاعيد. غير تبعوا معايا ان شاء الله الخطوات ديال الوصفه لانهم هما المهمين. فهذه هي الوصفه، على بركه الله غادي ناخذ كميه ديال التمر. بهذه الطريقه كتحيدوا غير العظم. خليونا الاسم ديال التمر في جميع الدول العربيه، حنا في المغرب تنقولوا له التمر، ولكن في دول اخرى ما عرف الصراحه شنو سميتو، واش التمر او لا شي اسم اخر، يعني باش نستافدو كذلك البنات اللي كيتابعونا حتى من الجزائر. المهم يكون التمر منقي مزيان حيدالو العلفه، هذا صافي وكتخدموا به الوصفه ديالكم. شتو بحال هكا حبيباتي، انا درت كميه اللي هي مهم معقوله. من بعد ومن بعد غادي نضيف كميه من الماء وكميه من الخل. كما قلت لكم خل المائده الملون، كتضيفي الكميه اللي بغيتي. وغادي ناخذوا هذه الكاسرول هذه غنوضعوها فوق نار مهيله حتى يتسلق لينا التمر. التمر البنات خاصو يتمعك يولي بحال الزبده، منين معكوب بالفورشيط دغيا يتمعك، لانه هو اللي غنخدموا به الوصفه. لانه التمر خصو يكون معجن كما كنقولوا، داك معجون التمر اللي كيتباع واجد في دوك البواطات بحال هكا، خصو يصبح هذا التمر هذا معجن ومعلك، باش ان شاء الله هو اللي غيحيد لينا التجاعيد، هو اللي غادي يبيض لينا ويوحد لينا لون البشره. وكذلك غادي نصوب معكم وصفه اللي حتى الزوج ديالك حتى هو اختي ممكن يخدم بها، الزوج الاب العم الخال الام اي واحد، يعني للجنسين معنا هذه الوصفه ان شاء الله غادي تكون وصفه هي زوينه وبزاف منا كنحتاجوها في شهر رمضان. المهم فما بدون اطالة عليكم غادي كما قلت لكم نغليو هاد الكاسرول هادي فوق نار مهيله حتى يتسلق لينا التمر ويولي معجن، باش ان شاء الله نقول لكم الطريقه ديال التطبيق، وما تنساوناش من اللايكات ديالكم. فكما كتلاحظوا هنايا خديت كميه ديال التمر وضفت له الخل والماء وكيبداو يغليو تدريجيا. من طبيعه الحال البنات راه خاص التمر كما قلت لكم يولي مسلوق، ماشي غير تديري فوق النار وتحيديه، راه ما غاديش يتمعك لك فاش غنبون معكوه، ما غيتمعكش لك نهائيا، وبالتالي ما غتستافدي منه حتى شي حاجه. فاحسن حاجه هو انه التمر يتمعك، يعني يتسلق بعدا باش يتمعك لينا بالساهل. هذه هي احسن طريقه كنخدم بها انايا الحمد لله. فالمهم هانتوما كما كتلاحظوا
مره مره كنحرك. انتم حبيباتي فانايا واخا تلاحظوا الغليه طلعات، ولكن التمر باقي ما تسلقش، خصو يتسلق مني تمسيه ولا ديريه بشي فرشيطه دخل دغيا بالساهل، ما باش هكا في الخدمه البنات ما تلقاو حتى شي اشكال الحمد لله. فانتم حبيباتي ملي يكون كيبان لكم مزيان فهنايا كما قلت لكم خص ضروري ما التمر يتسلق مزيان مزيان بحال هكا البنات. ملي ديروا نوريكم ملي ديروا المعلقه ولا الفرشيطه دغيا دغيا تقسم ديك التمره كما لاحظتوا هنا راه معكتها يعني ودخلت المعلقه، ولكن غادي نزيد واحد شويه الوقت باش هكذا ما نلقاش مع اشكال، لانه خصو يكون بحال دوك كما قلت لكم التمر المعجن اللي كيتباع واجد اللي كنصوبوا به الحلوه بحال هذاك البنات باش يسهل عليك في الخدمه. وان شاء الله راه احسن ماسك اللي غتبقى كما قلت لكم راه غتندموا ندم عمركم الا ما جربتوهاش. هذه الوصفه ان شاء الله غتولوا معتمدين عليها بشكل اساسي، والحاضره تعلم الغيبه باش تبارطاجها للجميع وتوصل لبزاف البنات اللي كيعانوا من المشاكل ديال التجاعيد، كاين اللي عندها الكلف، كاين اللي عندها النبش، عرفتوا التمر ما تيخليش ما شاء الله، وحتى المنقوع ديالو غنصوبوا به واحد لاغوستيت للرجال والنساء، ممكن يستخدمها الزوج ديالك، الاب، العم ديالك، البني، اولادك او ابنائك. يعني وصفه معجزه بكل المقاييس، وغتدمر لك جميع المشاكل وكتفتفت السواد البنات، كترجعوا زي الفحم ولا زي كما كنقولوا حنايا الفاخر، يعني كتفتفتوا رماد ما شاء الله. فالحاضره تعلم الغيبه، وهنايا غادي نزيدها تقريبا واحد دقيقه، ومن بعد بطبيعه الحال غادي نشارك معكم الوصفه بطريقتها، حتى الخل اللي ضفناه البنات عنده منافع كثيره سواء مع التمر ولا حتى بوحديته ان شاء الله، لانه منقوع خطير خطير في علاج بزاف الامراض ان شاء الله نشاركه معكم في الاخر ديال الفيديو. المهم مره مره كنعاودوا نحركوا هانتوما بحال هكايا. هانتوما حبيباتي كما كتلاحظوا شوفوا التمر البنات بحال بدا كيتفتح تحت ويذوب بحال هكا البنات، خصو يصبح يعني يولي ساهل ساهل في الخدمه ديالو، باش حتى لطحنتوه في الخلاط ولا معكتو غير بالفورشيط يتمعك معاكم. وهذا المحلول هذا راه كافيني هنايا، هانتوما شفتوا اللون تبارك الله كيفاش كيتغير ديال المحلول كيولي لون بني. صافي الوصفه صبحت جاهزه، نطفيو النار على هكايا ونخليوها تبرد، وندوز مباشره باش نشارك معكم الوصفه بادق التفاصيل ديالها. ف هذا البنات هو هذا هي الكاسرو اللي ضفت فيها داك التمر، وكما قلت لكم تسلق ليا، وداك هو المحلول. دابا غنصفيو هذا المحلول هذا بسم الله. فالبنات
الناس هذه هي الكميه ديال المحلول. انا راكم شفتوا ما كثرتش الماء، اما بطبيعه الحال اللي باغا كميه كثيره هي والعائله ديالها فخصها تكثر الكميه باش على الاقل تعمر ليها هاد العلبه هذه ديال الزاج. مهم بالنسبه لهذا المحلول شنو السر ديالو شنو الدور ديالو؟ هذا المحلول البنات هو اللي كما قلت لكم في البدايه ممكن يستخدموا الزوج الاب العم والخال ديالكم، وكذلك حتى نتوما النساء يعني للجنسين معا. هذا البنات هو الريجيم ان شاء الله في شهر رمضان، لانه بزاف بنات يقولوا لي بغينا شي ريجيم زوين اقتصادي وبنين ورخيص نديرو حنا وحنا وعائلتنا كامله. فهذا ريجيم علاج القولون العصبي، تطهير الذات، كيعقم الذات داخليا البنات خصوصا اللي عندهم الروائح هكذايا في الفم ديالهم، عندهم شي مشكل في المعده، الهضم ما كتكونش عمليه الهضم ديما، يعني ديما كتحتاجوا شي حاجه باش تهضموا، تفاحه مسكه بزاف الامور. فهاد المحلول كيسهل عمليه الهضم، كيعالج القولون العصبي، العصب، كي يحمي كما قلت لكم الذات من جميع الامراض ومن جميع السموم، وكيوقي وكذلك البنات زوين للريجيم، يعني عنده بزاف المنافع تبارك الله عليه. وكما قلت لكم كينقص حتى من الوزن بالنسبه للبنات اللي باغين نقصان في الوزن، كتاخذي واحد الكوب صغير من بعد الفطور كل نهار. هذا الشيء اللي كاين، وكما قلت لكم كيصلح للنساء وللرجال. دابا ندوزو للوصفه ديالنا الاساسيه كما كنقولوا حنايا. فالمهم غناخذ هذه الكميه ديال التمر اللي تسلقته مزيان مزيان بحال هكايا، واما غتشدي هذا التمر طحنيه في الخلاط يولي معجن، اولا تستعني غير بشوكه، ولكن شوكه خاص هذاك التمر البنات يكون مسلوق مزيان مزيان. انا هنا حاولت نسلقه واخا لضيق الوقت، يعني ما سلقتوش 100%، ولكن كيتسلق لينا واحد 50% واحد 40%. المهم نتوما حاولوا تسلقوه سلقوه حتى يولي زبده، يعني ملي تدخلي الفورشيط يولي بودر بحال هكا كلبات خاصو يكون. المهم هنا كنحاول انني نمعكو وحيدوا ليه ديك القشيره ديك الجليده ديالو، لانه هي اللي بعض المرات ما كتخليش العمليه ديال المعك تكون سهله، يعني كتحسوا ديك الجلده ما كتخليش ديك التمره تذوب على هكايا كما كتلاحظوا كيتعجن. من بعد غادي تاخذوا واحد المكون اللي الحمد لله لطالما دويت عليه ولطالما قلت لكم البنات راه خدموا به في الوصفات ديالكم في الروتينات الاسبوعيين ديالكم، راه زوين راه تبارك الله كاين فخره، واللي هو الحمص. غنحتاج منه واحد المعلقه ديال الحمص بودر. عرفتوا يا البنات الحمص كينفخ تبارك الله عليه، كيعالج الترهلات، كيعالج التجاعيد، كيعالج التسبغات، في ما حطيتيه تبارك الله كما كنقولوا كاين ليه الحل. وغادي نضيف واحد شويه البنات ديال الميه هاد الورد غير باش كنجمع الوصفه، هي قطيره ماشي بزاف. صافي وهي الوصفه واجده، يعني داك التمر اللي معوك معجن وشويه ديال الحمص مطحون وشويه تاع الماء ورد، ها هي اختي الوصفه واجده. غير جي وديريها بحال الماسك على وجهك، راني وريتكم في البدايه تاع لا فيديو كيفاش كيتخدم دوك لي ماسك. وصافي ها انت اختي دايره احسن وصفه اللي غادي تعالج لك التجاعيد وتدمرهم ليك، وتعالج لك تبارك الله التسبغات، وتعالج النمش والكلف، وتعالج لك اي مشكله اختي كان في الوجه ديالك. هو معكي مزيان هذاك الحمص، ها انتم البنات غادي نوريكم ها انتم الطريقه كيفاش كتخدم بحال هكايا. شفتوا كدهني بها وجهك كامل، عنقك، يديك، اي بلاصه فيها تجاعيد وفيها الكماش. هذه هي الوصفه اللي كما قلت لكم في البدايه يا البنات معجزه، وغادي تغير حياتكم حرفيا، سواء في شهر رمضان ولا حتى من بعد رمضان. مثلا يقول لي واش غير رمضان؟ لا ماشي بالشرط غير رمضان، غير حنا بحكم الحمد لله حنا في الشهر رمضان المبارك فقلت لكم رمضان، اما بطبيعه الحال هي راه كتخدم في رمضان وحتى ماشي رمضان. فمهما كان العمر ديالكم ان شاء الله غادي تعالجي التجاعيد وتعالجي التسبغات، لانه كتبدا تجبد الوجه في 5 دقائق الاولى. وإلا ما جربتوهاش البنات هاد الوصفه غادي تندموا كما قلت لكم ندم عمركم، لانه ما شاء الله البنات راه غترميو ليا جميع الادويه اللي كنتو كتستخدموا من قبل في التجميل وفي الكريمات وفي هذا غترميوهم في الزباله والله القسم البنات، لانه غتولوا مدمنين على هاد الوصفه. وكما كنقول لكم ديما مهما كان حلمكم مستحيل، فبهاد الوصفه ان شاء الله غادي تحقق الحلم ديالكم وغادي ترجعك فل زي القشطين ان شاء الله. فبصحتكم وراحتكم حبيباتي، ما تنساوناش من لي لايك ديالكم، وتبارك الله كما شفتوا قدرنا نصاوبوا جوج ديال الوصفات. المحلول هذا
اللي كيتشرب من بعد الفطور بواحد الكويس هكذا صغير داومي عليه على القليله سيمانه، كما قلت لكم راه كيعالج جميع المشاكل في الذات، وخصوصا البنات اللي عندهم زياده في الوزن وباغي النحافه. وهذه الوصفه لعلاج التجاعيد والتسبغات وغير بالتمر والخل فقط. فبصحتكم وراحتكم، بارطاجيو الفيديو ان شاء الله لعدد كبير من البنات باش ان شاء الله تعم فائده للجميع، ونتلاقى معكم في فيديوهات مقبله. بالسلام عليكم.